نرحب بكم مشاهدينا عبر قناة الشرقية من كلباء ومن برنامجكم الأسبوعي أجندة الشرقية اللي ناخذكم من خلاله إلى جولة في محطاتنا في مختلف المدن التابعة للمنطقة الشرقية، ويسرنا مشاهدينا أن نقف بأولى محطة لنا من محطاتنا في مدينة خورفكان اللي ضمت عدد كبير من الفعاليات المتنوعة والمشوقة واللي لاقت إعجاب الجمهور، وللتفاصيل أكثر تابعونا. يا مرحبا بكم مشاهدينا اليوم من مطعم حصن خورفكان، متواجدين اليوم لنشهد مع بعض فعالية سمار الحي اللي بنشهد من خلالها ورش متنوعة ومن ضمنها مسابقات تراثية وأهازيج شعبية والعديد من الورش، والتفاصيل أكثر خلكم معانا. تقديرا للمكانة الكبيرة التي يشغلها كبار السن في الأسرة والمجتمع والوطن، نظم نادي خورفكان الرياضي الثقافي برنامجاً بعنوان سمار الحي، وذلك في مطعم حصن خورفكان بالسوق القديم بالتعاون مع معهد الشارقة للتراث والعديد من الدوائر الحكومية وبحضور عدد كبير من كبار السن وأهالي المنطقة. والله هذا ذكرتنا على الزمان الأول، على بهاتنا وأجدادنا، وعرفنا لما راحوا الله يرحمهم حد مسك وحد يود الكرة وحد، لكن لما جينا وشفنا عرفنا هذا أبوي قام في الوادي في الغوص، أبونا ياب كذا، وأبونا نتذكر زمان الأول. بعد الإنسان إذا ما يتذكر مال أهله وحيانه ما منه فائدة. الحمد لله تذكرنا، وهذا حيته الزمان اللي مات فحي اليوم. يعتبر برنامج سمار الحي برنامجاً ترفيهياً اجتماعي رياضي يجمع كبار المواطنين بالمنطقة ويطرح ما كان يرفه عنهم في الماضي من الألعاب والأهازيج الشعبية المنوعة. تنوعت الفقرات المقدمة لكبار السن، منها الألعاب التي كان يلعبها الكبار بالمقهى مثل الدومينا، الكيرم، لعبة الطاولة وغيرها، وألعاب رياضية مثل شد الحبل، مسابقة المشي، كما تم تقديم هدايا لكبار المواطنين لمشاركتهم في المسابقات. بسم الله الرحمن الرحيم. فعالية سمار الحي في السوق القديم في خورفكان، سوق شرق، فعالية تركزت على كبار السن أو احنا نسميهم كبار المواطنين، من أجل يعني بث روح سعادة في قلوبهم، وفعلا احنا لاحظنا عليهم مع الهازيج ومع المسابقات وشد الحبل والسباق نحس انهم مرتاحين جدا ومستانسين جدا في هذه الأجواء. انا اتمنى ان هذه الأجواء تستمر شهريا خاصة في فصل الشتاء. يهدف البرنامج الى مشاركة فئة كبار السن في الورش المقدمة من النادي للترويح عن أنفسهم من خلال ملتقاهم ومشاركتهم في الأنشطة المختلفة التي تساعدهم على تقوية بنيتهم الجسمية والعقلية. تعتبر الرياضة أساس البنية الداخلية للجسم وتساعد على نشاط وحيوية الجسم، ومن هنا يأتي اهتمام نادي خورفكان الرياضي الثقافي باستضافة بطولة الدولة الفردية لاختراق الضاحية التي تأتي في إطار العلاقات المتينة التي تجمع نادي خورفكان باتحاد الإمارات لألعاب القوى، بمشاركة ما يقارب 400 لاعب ولاعبة في بطولة الدولة الفردية لاختراق الضاحية، منهم البراعم الصغار والفتيات ضمن عدة فئات في السباق. بدأت فئة البراعم لمسافة 2 كيلومتر، أما فئة الشباب لمسافة 6 كيلومترات. هي
احنا سعيدين في مدينه خرفكان، اهالي مدينه خرفكان اليوم باستضافه اكثر من 300 لاعب ولاعبه ايضا، وهذه كانت ايضا يعني حدث جميل، استضافه فتيات صغيرات، ناشئين وناشئات، وكذلك رجال وسيدات، وهذا كان الحمد لله يعني مدينه خرفكان صارت تنبض اليوم بالرياضه. نحن سعيدين الحمد لله بهذا اليوم، ونشكر الاعلام على دعمه وعلى تغطيته لهذا الحدث. إن البطولة أكدت قدرة النادي على تنظيم البطولات المحلية والإقليمية والدولية بفضل خبرة كوادر النادي وكذلك البيئة المشجعة والمناسبة لمثل هذه البطولات، وكما تهدف إلى نشر ثقافة الرياضة لمختلف الأعمار وحث الجميع على ممارستها والالتزام بها، مما توفر لجسم الإنسان من فوائد صحية. وفي الختام تم تكريم جميع الفائزين بالبطولة. ويسرنا مشاهدينا أن نصل إلى ثاني محطة لنا من محطاتنا في برنامج أجندة الشرقية الأسبوعي في مدينة كلباء. من خلال جولتي في هذه المدينة حصرت لكم عدد كبير من الفعاليات والأحداث المهمة اللي لاقت إعجاب الجمهور، وأيضا هدفت إلى نشر الوعي الثقافي بين جميع شرائح المجتمع. وللتفاصيل في هذه الفعاليات تابعونا. ايضا مشاهدينا، من الفعاليات التراثيه اللي تحافظ على تراث ابائنا واجدادنا واللي بنشهد انطلاقتها بعد قليل بازار الانتاج الرابع، وللتفاصيل اكثر خلكم معانا. ضمن المبادرات الثقافيه التراثيه في المنطقه الشرقيه، نظمت دائره الخدمات الاجتماعيه في مدينه كلباء فعاليات معرض بازار انتاج الرابع لعرض منتجات الأسر المنتجة من مستحقي الضمان الاجتماعي. لقي المعرض إقبالا كبيرا من أفراد المجتمع، حيث ضم عددا من منتجات حرفية ومشغولات يدوية، بالإضافة إلى مواد غذائية تتنوع معروضاته بين الأكلات والحلويات والمخبوزات والإكسسوارات والمشغولات التراثية. تحرص دائرة الخدمات الاجتماعية على توفير فرص الحياة الكريمة وتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي. يقام المعرض بشكل سنوي لدعم الأسر المنتجة على تسويق منتجاتها ورفع مستواهم المعيشي وتوفير منافذ لبيع المنتجات التي تعود عليهم بمردود مالي، كما يساندهم في الارتقاء بهذه المشاريع. يمثل البازار فرصة حقيقية للأسر المنتجة لتقديم منتجاتها لتتعرف إليها شريحة واسعة من المستهلكين، مما يساهم في دخولها إلى السوق بشكل إيجابي ينعكس على أداء هذه المشاريع واستمراريتها على نحو يساعد في تحسين مستوى دخل أصحابها. يا مرحبا بكم مشاهدينا اليوم من مركز كلباء للطيور الجارحة. اليوم بنشهد مع بعض مشاهدينا انطلاق فعالية اليوم العالمي للصقور، ولمشاهدة تفاصيل أكثر تابعونا. ضمن مبادرات اليوم العالمي للصقور، نظم مركز كلباء للطيور الجارحة التابع لهيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة احتفالا بمناسبة اليوم العالمي للصقور، وذلك بالتعاون مع معهد الشارقة للتراث فرع كلباء ونادي الشارقة للصقارين وعددا من الدوائر الحكومية. استهل الاحتفال بتقديم عرضا حيا للصقور بمختلف أنواعها والذي نال إعجاب الجمهور، وقام الحضور بجولة للأركان الممتدة على مسار قلعة الغيل
التي تم من خلالها شرح عددا من الورش لتعريف الجمهور لوازم الصقور وكيفية تربيتها، ومن ضمنها أيضا صناعة البرقع. الغرض من هذه الفعالية هو تعريف الزوار بمركز كلباء للطيور الجارحة وتبادل الخبرات مع مراكز الموجودة في المنطقة الشرقية المختصة بالعناية بالصقور، من ضمنها نادي الشارقة للصقارين ومعهد الشارقة للتراث، وأيضا تبادل المعلومات والخبرات بين هواة ومربي الطيور. اتجه الحضور إلى قلعة الغيل، وقام موظفي معهد الشارقة للتراث فرع كلباء بالتوضيح للحضور عن قلعة الغيل وماضيها، وأقيمت جلسة حوارية بين الحضور تحدثوا من خلالها على أهمية البيئة الحيوانية ومن ضمنها الصقور لما لها من أهمية من تراث دولة الإمارات العربية المتحدة. طبعا احنا أول شيء عندنا هدف تثقيفي لكل الصقارين في الإمارة، أو سواء حتى على المستوى العام، المحافظة على الصقور، المحافظة على البيئة، الاهتمام بالشباب الناشئين، قضاء أوقات الشباب في أشياء مفيدة من تراثهم ومن صميم التراث. يهدف المركز إلى نشر الوعي والارتقاء بمستوى رياضة الصقور في دولة الإمارات ومنطقة الخليج العربي، والمحافظة عليها كتراث مهم في المنطقة، بالإضافة إلى نشر أخلاقيات رياضة الصيد بالصقور والتعريف بصفات الصقور وعاداتها وأطوار حياتها وأنواعها ومواطنها الأصيلة وهجرتها ونقل إرث الأجداد في هذا الصدد إلى الأجيال المقبلة، تحقيقاً لاستمرارية هذه الهواية على نحو سليم دون تعرض الصقور والحبارة إلى الانقراض. ضمن فعاليات ومبادرات عام التسامح، اليوم نظمت جامعة الشارقة فرع كلباء فعالية وندوة بعنوان التسامح قيمة إماراتية، وللتفاصيل أكثر تابعونا. نظمت جامعة الشارقة فرع كلباء ندوة بعنوان التسامح قيمة إماراتية، وذلك تزامنا مع عام التسامح في دولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور عدد من أعضاء الهيئة التدريسية وطالبات الجامعة. تضمنت الندوة عدة محاور أساسية، منها دور القانون في تنظيم الحياة الاجتماعية وصور نشر ثقافة التسامح والمساواة. ثقافة التسامح التي تمنع الاعتداء على الملكية الخاصة، بجانب الدستور الإماراتي الذي يعد ركيزة تشريعية لمبدأ التسامح، ودور القانون في تنظيم الحياة الاجتماعية وصور نشر ثقافة التسامح والمساواة. تطرقت الندوة إلى مفهوم التسامح بأنه قيمة سامية تعكس خلق الإنسان، وأن شعب الإمارات بجميع أطيافه يعكس دائما روح التعايش مع مختلف الجنسيات والثقافات المختلفة. وناقشت من جانب آخر كيفية إبراز ما يتمتع به كل فرد في هذا المجتمع من كافة الحقوق بتعدد الجنسيات والأديان المختلفة، حيث أن أبناء الوطن وسر نجاحه هو الأساس التي تقوم عليه الأمم على جميع الأصعدة، وتحديدا في التطور الفكري وتنشئة الأجيال القادمة ونبذ التعصب والتصدي للتميز والكراهية بهدف نشر ثقافة التسامح. كما ناقشت مبدأ التسامح في الفكر الإنساني ومفهوم التعايش السلمي، بالإضافة لكيفية تعزيز قيم التسامح.
يا مرحبا بكم مشاهدينا اليوم من حديقة الشاطئ في مدينة كلباء. اليوم بنشهد مع بعض انطلاقة مهرجان الشارقة كلباء للجواد العربي، حتى تكونوا معنا بأدق التفاصيل تابعونا. تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، انطلقت النسخة الأولى من مهرجان الشارقة كلباء للجواد العربي على شاطئ كورنيش مدينة كلباء بتنظيم نادي الشارقة للفروسية وبمشاركة 235 جوادا من مختلف مرابط وأندية واسطبلات الدولة. شهد اليوم الأول للمهرجان إقامة شوطين مخصصين للمهرات، فيما قامت ثلاث أشواط بمشاركة 107 من المهور والمهرات، وهو شوط من فئة المهرات بعمر 3 سنوات مقسم إلى فئتين وبمشاركة 33 مهرة. يليه الشوط الرابع وهو شوط المهور بعمر 1 سنة ومقسم إلى فئتين ألف وباء وبمشاركة 24. يليه الشوط الخامس المخصص للمهور بعمر 2 بمشاركة 50 مهرا. تتضمن طريقة التحكيم 5 أنظمة أساسية تعتمد في التقييم وتشتمل على الآتي: يتم إعطاء النقاط من 1 إلى 20 من قبل حكم مشارك في لجنة التحكيم والمؤلفة من 4 أشخاص بصورة مستقلة، وللشكل العام وللرأس والعنق والجسم والانسياب وللقوائم والحركة. خصص المهرجان للمهور والمهرات بعمر 1 حتى 3 سنوات، وهو معتمد من قبل الهيئة الأوروبية لمسابقات الخيل العربية الأصيلة الإيكاهو، بعد أن اعتمدت جميع المهرجانات التي ينظمها نادي الشارقة للفروسية والسباق من قبل الهيئة لهذا الموسم. ضمن الورش اللي تنظمها جامعة الشارقة فرع مدينة كلباء، اليوم بنشهد مع بعض ورشة جوانب التميز. للتفاصيل أكثر في هذه الورشة تابعونا. نظم قسم العلاقات العامة في جامعة الشارقة في مدينة كلباء ورشة عمل بعنوان جوانب التميز في القيادة الاستثنائية، بتقديم الدكتور علي عبيد الزعابي نائب مساعد مدير شؤون الفروع فرع كلباء وعددا من الإداريين وطلبة الجامعة. تطرقت الورشة حول منظومة من المبادئ للقيادة الاستثنائية، ممارسة القيادة والبحث عن أسلوب إدارة مناسب، بالإضافة إلى مكافأة فريق العمل مع تحمل المسؤولية التي تعنى بتوجيه الأفكار وليس فرضها. كما خصص الدكتور وقتا للحديث مع الحضور والوصول إلى ملامح كل شخصية من خلال أوراق العمل التي تم توزيعها في الورشة. ركز الدكتور علي عبيد الزعابي على أهمية القائد الاستثنائي في المجال العملي والعلمي، فهو من يحمس ويشجع ويحفز الآخرين بشتى الطرق، وهو الذي يعطي الصلاحيات ويوفر بيئة صحية تساعد على الإبداع في محيطه ويحفز فرق العمل. مثل ما عودناكم مشاهدينا في برنامج أجندة الشرقية الأسبوعي أن نصطحبكم دائما إلى دائرة من الدوائر الحكومية، واليوم جتنا في مكتب دائرة الثقافة فرع دبا الحصن لنتعرف على الامتيازات والخدمات والأنشطة اللي يقدمها المكتب في المدينة، وللتفاصيل أكثر تابعونا.
تشرف دائرة الثقافة بحكومة الشارقة على العمل الثقافي المؤسسي، وذلك من خلال تنظيم فعاليات وبرامج شهرية وفصلية وسنوية، وبالتالي فإن هذه تتوزع هذه النشاطات على الإدارات والأقسام المعنية بمتابعتها. كذلك أخذت الدائرة بتطوير شكل ومضمون هذه الفعاليات، وذلك تطل على جمهورها بتوليفة فريدة ومتميزة وثرية من البرامج المتنوعة. مكتب دائرة الثقافة بدبل حصن هو فرع للدائرة الرئيسية، ويتكون من عدة أقسام: قسم السكرتارية والإدارة، قسم الشؤون الإدارية، القسم الإعلامي، قسم الأرشيف، قسم المشتريات، قسم العلاقات العامة، قسم النشاط الثقافي، وقسم المالية. تنظم دائرة الثقافة بالمنطقة الشرقية العديد من الفعاليات السنوية، منها المهرجان الثقافي الذي ينظم على ثلاث مدن: مدينة كلبا، مدينة خرفكان، ودبل الحصن ومنطقة وادي الحلو، إلى جانب تنظيم السينما الأحياء، كذلك المساء الثقافي، العودة إلى المدارس، وإن شاء الله في خطة 2020 لدينا المزيد من والعديد من البرامج التي سوف تنظم شهرياً للدائرة بالمنطقة الشرقية. الهدف من هذه المهرجانات، وذلك بتوجيهات الحكيمة من صاحب السمو الشيخ دكتور سلطان محمد القاسمي ودعمه للحراك الثقافي، هنا لجأت الدائرة إلى تنظيم مثل هذه الفعاليات، وذلك لأنها تعمل على تطوير ذائقة الجمهور الفنية وكذلك الحراك الثقافي الموجود بالمنطقة الشرقية. تحرص دائرة الثقافة دائما في تركيزها على الجوانب الثقافية، حيث توسعت وتعاظمت مهامها وأدوارها، وذلك من خلال الأهداف العليا والأساسية والشراكة المجتمعية بينها وبين المؤسسات الأخرى، من خلال تعاون الدائرة وتعاون تلك المؤسسة في مهرجانات وفعاليات وبرامج الدائرة. مكتب دائرة الثقافة بدبل الحصن له العديد من الأقسام، وكل قسم يقوم بمهام وأدواره ومتابعة المهام الموكلة إليه، ولكن من أبرز هذه الأقسام هناك القسم الإعلامي. هذا القسم الإعلامي الذي يقوم بإعداد التقارير الإعلامية لكل البرامج والفعاليات الدائرة، إلى جانب إدارة وتغذية التواصل الاجتماعي بالدائرة، كذلك تصميم الإعلانات وتنفيذها، وتوفير احتياجات البرامج والفعاليات من تصاميم ودعوات وأدرع، كذلك إلى جانب تغذية المجلات والصحفيين عن الدوائر الأخرى، وذلك بفعاليات الدائرة. مشاهدينا، هذه كانت جولتنا التعريفية في مكتب دائرة الثقافة في دبل حصن، اللي تعرفنا من خلالها على الأقسام المتواجدة عندهم والأنشطة التي تقدم للمجتمع كافة. أتمنى أن تكون نالت إعجابكم، وإلى اللقاء.